يعطيكم العافية. اليوم التب حيكون على الفايل انكلودين. طيب حنبدأ في الميديوم عشان نعرف ايش هو الفايل انكلودين، ايش فرق الفلترة بالاثنين من الهاي والميديوم. طيب بالبداية اللوكال فايل انكلودين هو عبارة اني استعرض ملفات السيرفر على الويب. مثلا في اللو عندنا لو حطينا etc password هيطلع لنا اياها زي ما انتم شايفين، يطلع لنا الملفات. لكن في فلترة كيف بتصير؟ لازم تسوي الـ Directory Traversal اللي هي هيك، بحيث إنه نرجع السيرفر للروت ويعطينا الملفات اللي بدنا إياها. برضه هي بيعطينا إياها. طيب هذا الـ Low والـ Medium. طيب لما نروح على الهاي تسوي له Submit. طيب صار هاي، نرجع للفايل انكلودينج. لو تلاحظوا حتى لو سوينا اخر واحدة بي سي باسورد فايل نوت فاوند. طيب كيف نتخطى الاشياء هاي؟ طيب في بنشغل البروب سويت، نشغلها، نروح لل جيت أسوي لها ريفريش. طيب نروح على البروكسي، بدنا هذا اللي نجرب عليه. شو نسوي؟ نروح طيب نسوي كلير عشان نحدد البارامتر اللي بدنا إياه. أول بي اتش بي انكلود، بعدين نسوي اد، بعديها نروح البيلود، نحط سيك ليست الف اي اللي هي هيك، بضل يجرب بعد ما يعطينا ايش اللي بدنا اياه. طيب ستارت اتاك، حاليا بنشوف احنا اللينك، نعرف الاختلاف اللي بيصير عشان ده يكسب. ما له علق، ايوه بطيء كثير. كل الإرورات تستنى شوية. سكارد لود الأفاوي مطلعني ستارت التاك نربكم أسرع. طيب احنا نحاول نستنى قبل ما يخلص لما شغال إرورات. وشكله فيه غلط لأنه كله ايرور. نرجع للبوزيشن. يب راح نتابع اللينك نشوف متى بيتغير ونسوي له ريندر عشان نعرف اللي صار. اوكي شفتوا هذا المسار اللي هو الفايل ريسبونس ريندر. اوكي نايس 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 نايس، قطعنا الاشياء اللي بدنا اياها. خلاص نحفظ المسار، نوقف التاب. تمام حاليا نرجع هون، نحط المسار اللي احنا بدنا اياه اللي هو كان فايل 3 بعدين جميل. طيب حاليا وصلنا للمسار اللي بدنا اياه، بس كيف نشبك RCE؟ انه كيف نتحكم في السيرفر؟
اليوزر ايجنت هو اللي بيعطينا انه متصفح من الكلام، نوع الاشياء اللي طالعه. احنا بدنا نحط له فانكشن بي اتش بي اسمه باس ثرو، نتكات عشان نسوي الاتصال تاعنا. نتكات داش اي اي باش عشان نفتح تيرمينال لما نتصل. هي بنحط الاي بي تاعنا، ما احنا هون 203 البورت اللي بدنا نستخدمه، كان مثلا 4321 بديلنا. نسكر هذا ونسكر القوس ونسكر هيك نسكر هيك. طيب أول شيء نفتح الليسنر عشان لما نشبك عليه. تيرمينال إن كات ال في ماي بورت، نستنى الليسن عليه، نعمل فورورد، ما نروح هناك كونكت تو الاس، نضيف شبكنا بعديها مثلا اي دي هي اعطانا اياه. طبعا انا مسوي باك دور من قبل، فبهاي الصلاحيات ما عندنا اشياء كثير نسويها، فبدنا نسوي باك دور. طيب عشان نتأكد نسوي باك دور عن طريق الايكو هالوين، نفتح القوس، نكتب نفس الفانكشن تاع ال باس ثرو، بس ثرو نفتح نتكات نتكات اي باش الاي بي تاعنا. بالبورت 4321 راح نستخدمه دائما. خلصنا هاي، سكر الايكو. بعدين هذا كله بدنا نحطه في مثلا الفايل اللي بدنا اياه، نسميه اس اس دي لوك. ليش اس اس دي لوك دور دوت بي اتش بي، انتر الاس. حلو، صار عندنا الباك دور بي اتش بي. طيب نقطع الاتصال، قطعنا الاتصال حاليا، ما اتوقع نحتاج البيرد شيت. نروح هون على طول، نطفي نطفي خلاص. طيب نرجع للفايل انكلوجن النهاية. طيب كيف نشبك على الباكدور اللي احنا سويناه؟ فايل لكن المطور اللي هو باك دور دوت بي اتش بي. طيب قبل ما نشغل لازم نشغل الليسنر مرة ثانية، اللي هو إن كانت نفس البورت شغلنا بقى. هذا نعطيه انتر كونكت الاس، خلاص صحيح ان تحكم وانا باك دور ضفناه عشان نرجع متى ما بدنا، وبس هذا هو ال الف اي.